لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاهمة يا إبراهيم، أنت ليه بتربط نفسك بيه؟ أنا قريت قضيتك وشايفة إن أنت اتخذت في الرجلين. والله يا أنسة هدى، من ناحية اتخذنا في الرجلين فإحنا الاتنين اتخذنا في الرجلين، بس هنعمل إيه بقى؟ مفتري عليه ربنا. الافتراء إن أنت تفضل ماشي رجلك على رجله لحد ما هيوديك في داهية وأنت مش ناقص. أنت غلبان يا إبراهيم. والله من ناحية الغلب يا أنسة هدى، سليم بدأ يعني راجل ابن أصول وابن ناس ومحترم، وفي نفس الوقت برضه غلبان. كلنا غلابة يا ابني. امسك يا سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلف يا سليم على المصحف إن اللي أنت حكيته لنا ده كله صحيح وحقيقي، وإنك بريء من التهم اللي أنت هربان منها؟ يا شيخ صالح. هدى، تحلف يا ابني؟ أحلف يا عم الشيخ، والله العظيم. لا، تقول بسم الله الحق الذي يحاسبنا بالحق، بسم الله العدل الذي يحاسبنا بالعدل. أحلف بالله الحق إني ما قلتش غير الحق، وكل التهم اللي عليا دي أنا بريء منها. وأنا مصدقك يا ابني. أنا مش مصدقك. هتقعدوا معانا علشان حلف؟ قالوا للحرام احلف. من خدعنا بالله انخدعنا له يا هدى. شوف يا ابني، انتوا ليكوا عندي حق الضيافة 3 أيام. لو لا سمح الله اتضح انكم بتكذبوا، يبقى هما 3 أيام وبس. إنما لو طلعتوا صادقين ساعتها نشوف هنبقى نعمل إيه. يلا ربنا يا عم صالح، إحنا ما كذبناش عليكم في ولا كلمة من اللي قلناها. آه والله يا عم الشيخ صالح، هو ده اللي حصل بالظبط اللي قاله لك سليم بيه. وإنت راجل بركة وبتاع ربنا، ولو إحنا بنكذب عليك أكيد قلبك هيحس. حاسس يا ابني، وعشان كده أنا مصدقكم. يلا بينا يا هدى. ما تبقيش عبيطة يا هدى. أنا عبيطة يا عم صالح؟ أمال يعني قصدك إن أبوكي هو اللي عبيط والناس بتضحك عليه؟ لا العفو طبعاً، ما أقصدش أقول كده، بس بصراحة بقى الناس دول بيستغلوا طيبتك يا بنتي. هما اللي عبطوا وبيضحكوا على نفسهم. مفيش حد يقدر يضحك على ربنا. يعني ايه؟ ربنا يمهل ولا يهمل، واللي فرحان بغلطه النهاردة بكرة يندم عليه. يعني حضرتك شايف انهم كدابين؟ بالعكس. برضو هتقولي حاسس؟ الإحساس نعمة يا بنتي، والعقل برضو نعمة. وادي انت قريت اللي عملوه مع الست اللي كانوا قاعدين عندها. ايوه ممكن يكون ده حصل. والبنت الغلبانه اللي ربنا بعتهم لنجدتها في الطرب لما كانوا بيهربوا، جايز يكونوا مش كدابين في ده، بس سليم في الاصل مجرم. اخص عليك يا هدى، يا بنت ده انا كنت فاكرك اذكى من كده. بقى في عقل يقول ان في مجرم مفتري يغامر بنفسه في أزمته عشان يغيط الولاية؟ مش عارفة، جايز. كل شيء جايز يا بنتي، بس الناس دول فيهم خير وظهر مرة واتنين وتلاتة، ولو كان عندهم غلط شايلينه. واجب علينا نبص على الخير اللي جواه، ولا ايه؟ برضو مش عارفة. مفيش حد عارف حاجة يا بنتي، المعرفة بالله ولله وحده. وربنا ألهمني إن أقف مع الناس دول وخلاص. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أهلا وسهلا، ده البيت كله نور، ده البلد كلها نورت، ده احنا زرنا النبي. يا غاليين يا اللي من ريحة الغالي. تعيش يا ست حنان. أهلا وسهلا يا ست الكل، ابنك زينة الرجال.
انا مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه ابنك راجل وسيد الرجاله، يا زين ما ربيتي يا زين ما خلفتي، اللي هي ربنا يفك كربه يا رب ويردهولك سالم غانم يفرح قلبك. اللهم امين. متشكره قوي يا استحنان. انا مش عايزه اقول لك لولا وقفه سليم بيه جنبي في المصيبه اللي انا كنت فيها انا مش عارفه كان جرى لي ايه. اهو احنا بقى يا ست حنان جايين لك بخصوص الموضوع ده، عايزينك تصوري فيديو تحكي فيه اللي حصل مع هند، وما تخافيش هنقول ان هند كانت متجوزه مصطفى والمشاكل اللي حصلت دي السبب فيها اهله. اصور فيديو؟ طب ما هو ده انا اتصورت صوت البطاقه بالعافيه، وبعدين انا اخاف اتصور يعني اقول كلام يعمل لي مشاكل مع الحكومه وسليم بيه هربان. ما تخافيش يا ست حنان، الموضوع بسيط قوي، وبعدين ما فيهوش اي حاجه قانونيه هترجع عليكي. وحتى لو في مشاكل يا بيه انا ما بخافش، خير سليم بيه مغرقني، بس انا يعني خايفه التصوير دوت يعني يعمل مشكله لبنتي، ده ربنا سترها، افضحها انا بايديا. على فكره لو على وش حضرتك احنا ممكن نعمل شويه حاجات بالكمبيوتر كده مش هيكون باين خالص. ممكن كمان ما تقوليش اسامي لو تحبي. هاي قلتي ايه؟ ماشي اللي تشوفوه، طالما ده في مصلحه سليم بيه خلاص اعمله. كتر خيرك يا ست الحنان. خلاص اتفقنا. شكرين قوي يا ست حنان. الو ايه سلمى طمنيني عملتوا ايه؟ هايل، يعني الفيديو معاكي؟ طب تمام، على ما ترجعوا انتوا هكون ظبطت الدنيا. ماشي يا حبيبتي، باي باي. صباح الخير يا نسا فريد. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. ايه النور والحلاوة دي يا شيخ صالح؟ ازيك يا سليم؟ ازيك يا عم صالح؟ أظن نمتوا واستريحتوا، وأنا الأوان بقى نتكلم في الجد وصارحكم زي ما صارحتوني. يا صلاح بيه، أنت مش عايز تصدقني ليه؟ أنا فعلاً ما أعرفش مكان سليم. لا أنا المرة دي مصدقك. مصيرك تعرفي إن سليم الأنصاري في الآخر مش هيلاقي ملجأ غيرك أنت. وأنت تفتكر إن أنا لو عرفت مكانه هبلغك؟ لا أنا مش متفائل أوي للدرجة دي. بس بتمنى يعني إنه لو اتصل بيكي أو اتصلت بيه تبقي تبلغي رسالتي الأخيرة. طالما الرسالة اللي فاتت ما عجبتهوش. بلغي إن صلاح الطوخي مش هيسيبه. أنا أرحم من غيري بكتير أوي. الوزراء قلب عليه الدنيا وهيجيبوه هيجيبوه. ولو وقع في إيد حد غيري هيضيع. أنا أرحم من غيري.